صباح الخير عليكم، كيدايرين بخير؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فلوق جديد اليوم ان شاء الله في اوكي مدن. كتشوفوا اوكي مدن طاحت ثلج، عامره ثلج. نتمنى تشوفوا، ولكن البرد كان ناقص درجه. نموت البرد، تنكبط ديال بصح. ونطلعوا دابا نتزلجوا لها الفوق ديك البلاصة، نطلعوا الفوق تما نكملوا الفلوق واحد المنظر رائع. نمشي تما نعاود نصور ليكم كيف ما كتشوفوا الذهب الابيض الواعد. اسمعوا واو، لكن راه واحد البرد يديا ما كنحسش فيه الموج ليا، خايف نهبط في شي حفرة. شوف سبحان الله، واحد البحيرة هنايا مزيانة صافي. ديك البحيرة نمشي ليها، نمشي نتصور ونطلع الفوق زيك في الجبال. تحية للثلج، ايش حل بارد، بس شنو هي ناقص درجة. كيف حل الفرشة؟ الشمس يلا كتبع الفوق، الله عباس كتبع الفوق، يلا بدات كتبع الشمس دابا كتبع الفوق. هاي البرد، رجلي جمدو، يدي جمدو. المهم طلعنا دابا الفوق الجبل باش نتزلقو، هاد الشماشة واعرة، عرفنا نتزلقو في هاديك البلاصة. شو دابا نطلعو هنا الفوق ونهبطو هاد الهبطة كاملة. السلام عليكم. السلام عليكم. يلا دي سيت كان الدور. المهم جينا لهاد البلاصة هادي فوريكا باش نترداو، كما كتشوفوا الطبيعة هادي هي واحد البلاصة اللي زوينة نوريكم. المهم دابا تغدينا وغادي نشدو الطريق لبلاصة أخرى إن شاء الله. شوف البلاصة شحال زوينة، أنا اللي عجبني هاد الواد هدا من الفوق، من الفوق تغدينا سنوات داهية.
المهم جينا لهاد الحديقه ديال انيما تعجب هذا شنو هو الطبيعه لازم ندخل كيفاش فرا نكملوا الاكتشاف ندير بحال شي مغاره نمشيو هنا ولا هنا نمشيو هنا كتسمع الصوت ديالهم فينا هما الله شكون هنا بالي كذاك شي عجب ليها شوف هنا كان سندي خينا جالس كيخمم في الكرا بالالوان شوفوا هنا كاين الجبال
المهم هنا يكون سال الفلوغ، ما تنسوش تبارطاجيو الفيديو وديروا ابوني لاشين. تهلاو فراسكم.